السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي. الحمد لله بفضل الله خلصنا شرح وحل التمارين والامتحانات بتاعت كتاب برافو الشرح، وحلينا كل القواعد وشرحنا كل حاجة على السبورة، وهسيب لك لينك الفيديوهات بتاعت الترم الأول كلها في وصف الفيديو، القايمة كلها هسيب لك اللينك بتاعها لو انت ما شفتش الشرح. واحنا الآن بنحل الامتحانات اللي موجودة في الكتاب التاني بتاع الامتحانات بتاع برافو، وان شاء الله النهاردة معادنا مع الامتحان الخامس والسادس والسابع بأمر الله. نحل النهاردة 3 امتحانات. قبل ما نخش على طول لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا نخش على طول. الامتحان الخامس يا شباب، سالو جوما بيل لويز، انا اسمي لويز، جي كانزو، انا عندي 15 سنة، جابيت اباغي، انا بسكن في باريس، جيسوي سيغيز، انا جادة، جيم لو تنس، انا احب التنس، لو سينما ايلار، السينما والفن، مي لكن جوني بريفير با، انا لا افضل لا ميزيك، الموسيقى، جي دي كوبين ايجيبسيان، انا لدي اصدقاء مصريات، مروة وهنا، مروة اي بافارد، مروة كثيرة الكلام، اي سوسيابل واجتماعية، هنا اي تيميد، هنا تكون خجولة. اول سؤال بيقول لويس لديها كم سنة؟ عندها 15 سنة. السؤال التاني بيقول لويس دي تيست، بتكره ايه؟ لا ميزيك. طيب السؤال التالت، هنا ايه؟ هنا تكون تيميد خجولة، تيميد. طيب مروة تكون ايه بالنسبة لويز؟ مروة هي صديقتها، يبقى لامي. الأسئلة التانية يا شباب، سالو مواسي مارتين فانسو، انا اسمي مارتين فانسو، جي سوي اون بريمير دو اليف اوليسي، انا في الصف الاول اولى تاني التلميذ في المدرسة الثانوية فيكتور اوجو، اسم مدرسة فيكتور اوجو، جابيت عليو، انا اسكن في ليو، جي سوي انتليجو، انا ذكي تيميد وخجول، مونكو با فرانسوا اي غورمو، صديقي فرانسوا شريح في الاكل كثير الاكل، مي تيميد لكن خجول، اوسي ايضا، ال ديتيست لو تياتر هو يكره المسرح، الايم لا تي في هو بيحب التلفزيون. مارتين ده بريزونت ان سيبر كوبين، بيقدم صديقته عبر النت، بريزونت ان كوبا بيقدم صديق، بيقدم صديق، بريزونت ان فازا بيقدم جار، ولا سي بريزونت بيقدم نفسه. طبعا هو هنا بيقدم نفسه، تمام، بيقدم نفسه بيقول انا في اسم كذا وفي الصف كذا ولدي صديق كذا، يبقى هنا سي بريزونت. فانسو اي نوع دي مارتين، فانسو دلوقتي يبقى ابوه، يبقى لوبير دي مارتين. ايه جورموند؟ مين الجورموند يا شباب؟ فرانسوا هو اللي جورمو. مارتين ايه نوات كوم فرانسوا، مشتركين في صفة ايه؟ ان هما الاتنين تميد يعني خجول، هما الاتنين مشتركين في صفة الخجل. المواقف يا شباب، تومبير تو دوموند، والدك يسألك لو كاركتير دين كوبين، شخصية او السمة الشخصية لصديقة، تو دي انت تقول، خلي بالك هنا كوبين يعني لازم الصفة تكون مؤنث. هنقول الى سيزو، عندها 16 سنة، إلى سوريون هي مبتسمة، إلى إينامي هي لديها صديقة، جسوي سوريو أنا مبتسم، لا طبعا هتبقى إلي سوريون. تونامي تو دوموند، صديق يسألك كيسكوسي، ما هذا؟ تودي أنت تقول، طبعا كيسكوسي بتسأل عن شيء غير عاقل، هيبقى ستين تروس، هذه مألمة. تونفرير تو بريزون تسونامي، أخوك يقدم تو بريزون، يقدم سونامي، يقدم لك سونامي صديقه، تودي انت تقول، حد بيقدم لك حد هتقول له انشانتي يعني تشرفنا. تودي موندا انامي سولاج، انت بتسال احد الاصدقاء عن عمره، تودي انت تقول، بنسال عن العمر بنقول كيلاج تويا. تسالو تونوم لومتا، انت بتحيي صديقك صباحا، لومتا صباحا يبقى هنقول بونجور، لو قال لك لو سوار هتقول بونسوار. تودي موندا عن كوبا، انت بتسال الصديق كونتي تون انفرسير، متى يكون عيد ميلادك؟ ال دي هو يقول، هيقول جسوي ني اوكير، لا انا اتولدت في القاهرة، سيلو فان اي مارس، هيبقى هو 21 مارس، وهي دي الاجابة الصحيحة. تون اميتو دوموند، صديقك يسألك تون سبور بريفري، رياضتك المفضلة، تودي انت تقول،
دي سينما ودي تلفزيون ودي رياضيات ودي جودو. طبعا هي دي الإجابة الصحيحة عشان هي الرياضة الوحيدة. تقى نقط جم، كلمة جم كلمة مفرد مؤنث يبقى إن. نو نقط إن جراند ميزون، نو وهنا فيرب أفوار، نو زافو. جيم لا بانتير سيتان ستيلو، هنا كلمة ستيلو كلمة مفرد مذكر صفة مفرد مذكر هتبقى كلمة فيغ. هاني اسامي سون، هاني وسامي يكونون، هاني وسامي دول اسماء اولاد وهما الاثنين جمع يبقى جيمو. اج فوزافي يبقى كل اج، كلمة اج هنا مفرد مذكر هناخد كل، محدش يقول لي فوزافي جمع اختار كل دي، لا هنا كلمة اج انا بتعامل على الكلمة اللي بعد كل، اللي بعد كل ديت مفرد مذكر يبقى اختار كل مفرد مذكر. بارلي بيان لو فرانسي، هنا بارلي ديت او بارل بتنتهي بو اس يبقى ناخد تو. سي توماس سي ابوستروف او اس سي. السؤال بعد كده يا شباب سؤال الايميل وبيقول لي كومون سابيل تون كوباد كلاس، ما اسم صديقك في الفصل؟ الاكيلاج وعنده كم سنه؟ ايه الي كومو وكيف هو يكون؟ هنقول مون كوباد كلاس سابيل علي، صديقي في الفصل اسمه علي. ال ا كانزو عنده 15 سنه. ال تيميد هو خجول. السؤال اللي بعد كده السؤال الاخير هو سؤال السوجي وبيقول لي بارلي دي تيجو، تكلم عن ميولك، تيجو يعني ميولك. تمام، ويدينا سبور وماتير وكولير يعني الرياضه اللي انت بتحبها والماده اللي انت بتحبها والمواد اللي انت بتحبها والالوان اللي انت بتحبها او ما بتحبهاش، برضو هتتكلم زي ما انت عايز. هنزل لك اجابته حالا. الامتحان السادس يا شباب، وطبعا الوثيقه اللي قدامنا ديت عباره عن ايميل دو يعني من كلود ا فيكتور، موضوعها بريزنتاسيون يعني تقديم. بيقول له ايه؟ سالو سلام، جو مابيل كلود، انا اسمي كلود. جي كانزو، انا عندي 15 سنه. جي ان كوبا ايجيبسيا، انا عندي صديق مصري. السابيل سمير، هو اسمه سمير. الي تيميد، هو يكون خجول. اليني، هو ولد. لو سانك فيفرير 2005. الام لو فرنسي، هو بيحب اللغه الفرنسيه. لمت ايلو باسكي، والرياضيات والباسكت كره السله. مي لكن ال ديتست لونجلي، هو يكره الانجليزي. مو انا جو ديتست لو جودو، انا اكره الجودو. مي لكن جادور، انا اعشق لو باسكي الباسكت كوم سمير، مثل سمير. اول سؤال بيقول كلود ادور، كلود بيعشق ايه يا شباب؟ كلود بيعشق الباسكت. سمير نيمبا، سمير لا يحب، سمير ما بيحبش ايه؟ بيحبش الانجليزي، يبقى انجلي. سمير اينيه اون فافريه، في شهر 2. مين اللي تميد يا شباب؟ تميد اللي هو سمير، سمير هو اللي خجول. الوثيقة التانية يا شباب بتقول جو مابيل مارتين لويس، انا اسمي مارتين لويس. جابيت اباريس، انا اسكن في باريس. جي سيزو، انا عندي 16 سنة. جي سوي سوسيابل اي سوريونت، انا اجتماعية ومبتسمة. جي دو كوبين دو باسكي، انا عندي 2 صديقات في لعبة السلة. كلارا اي جابرييل، كلارا وجابرييل. كلارا ا كانزو، كلارا عندها 15 سنة. ال اي جورموند اي بافارد، هي تكون كثيرة الاكل وكثيرة الكلام. جابرييل ا سيزو، عندها 16 سنة. ال اي تنتليجونت، عن هي ذكية. اي سوريونت، ومبتسمة. سودوك مو ايه، هذه الوثيقة تكون تكست. تكست يعني نص مكتوب. مارتين كم سنة؟ مارتين عندها سيزو يعني 16 سنة. مين اللي تتكلم كثيرا يا شباب؟ هي كلارا. مارتين بريزونت، مارتين بتقدم مين؟ سيزامي يعني صديقاتها. سؤال كويس يا شباب، اول سؤال بيقول تو ايدنتيفي ان بيرسون، انت تحدد هوية شيء شخص ما. ان بيرسون شخص ما، تو دي انت تقول، يبقى لازم أن اتكلم عن شخص فهقول فواسي لوكاس، هذا يكون لوكاس. انا ميتو دومون، صديقك يسألك كيسكو تو ا دان لاتوس، ماذا لديك في المألمة؟ تو دي انت تقول. هتقول جي انستيلو، انا معايا ألم جف.
إلى أنجريو. هو لديه قلم رصاص، أنا بسألك أنت مش بسألك على حد تاني. جيدو ليفر، أنا معايا كتابين الكتب ما تبقاش فيه المقلمة. مدغوس إي جراند، مقلمتي تكون كبيرة، مش بسألك هي عاملة إيه. تور ميرسي تونكو بقى تودي، أنت بتشكر صديقك، أنت تقول هشكر حد هقول له ميرسي. سؤال رقم 12 يا شباب، بيقول تون فرير نمبا لوردر، أخوك لا يحب النظام، أنت تقول اللي ديزوردوني، هو غير منظم. تو دوموند ان امي فرنسي، انت بتسأل صديق فرنسي كومو الفا، كيف هو، كيف حاله، كيف حاله، كومو الفا يعني كيف حاله. تمام، ال دي هو يقول، هيقول ايه، تري بيان، جيد جدا. تو دي تا شامبر، انت بتصف حجرتك اتون كوبا لصديقك. تو دي انت تقول، بتوصف حجرتك هتقول إلي رونجي يعني هي منظمة، إنما هنا أنا أحب حجرتي، وهنا أنا أعمل واجباتي في حجرتي، وهنا في منزلي يوجد ثلاث حجرات، يبقى هي الإجابة رقم سي. رقم 15 تونامي إكسبرين سيجو، صديقك يعبر عن ميوله، إل دي هو يقول، إذا ميول يبقى لازم أحد أفعال الميول، ويقول أنا أعشق السينما، جدور لسينما. السؤال رقم 6 عشر القواعد يا شباب، اول سؤال بيقول جيم لاكولير، الكلمة لاكولير مؤنث، فلازم صفة مؤنث، مذكر مذكر مذكر، دي تمشي مذكر ومؤنث. ماتيلد ايه، ماتيلد دي اسم بنت، تكون منظمة، يبقى اردني. الي نوت الي سيمبا، يبقى الي كومو، طب خدت كومو يا ميسيو عشان هنا صفة للشخصية، يبقى كيف يكون هو. فو نوت دي سيبر كوبا، هو دي سيبر كوبا، فو يبقى فوزا في، تصريف فيرب افوار مع الفو. لانفرسير دي مونا ايه نوات مارس، كلمة مارس ده احد الشهور بياخد اون. السؤال رقم 21 ليا ايه ماريو، ليا وماريون سو نوات لو كانز فيفرير، سو ني، ليا وماريون دول بنت ولد، فهيبقى ني يعني ولدوا جمع. السؤال رقم 22 كريم نوات اوكير، كريم دوت فاعل اسم مفرد يصرف مع الفعل كما يصرف مع الضمير ال، يبقى الابيض. نوات سون دي كوبين دي جدون، هنا سون فيرب اتر، يبقى على طول الافيك اس. طيب هنا كلمة كوبين مؤنث، جامع مؤنث، يبقى نختار ايه، سي سون، سي سون دي كوبين دي جدون، هؤلاء يكونون اصدقاء في الجوده. طب واحد يقول لي ما خدتش دي يا ميسيو، اقول لك عشان دي بتدل على المذكر، انما هنا عايز مؤنث، ونو ما بتجيش مع سو، وال ما بتجيش مع سو، يبقى هي الاجابه سو. السؤال اللي بعد كده يا شباب هو سؤال الايميل، واول سؤال بيقول كومو اي تون ليسي، كيف تكون مدرستك، كيسكو تو ام او ليسي، وماذا تحب في المدرسه، كيسكو تو ديتست، وماذا تكره. هقول مول ليسي اي جوند، مدرسه تكون كبيره. هقول جيم لو سيلف او ليسي، جيم لو سيلف في المدرسه، انا بحب مطعم المدرسه. وماذا انت تكره، هقول جوليتست لا بيبليوتيك، انا بكره مكتبه القراءه. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب هو سؤال السوجي، وبيقول لك ايه، بريزونت توا، قدم نفسك، اتاكلاس الى فصلك، بريزونت توا، قدم نفسك الى فصلك. تمام، ويديك الاسم والعمر والعنوان، انزلك اجابته حالا. الامتحان السابع يا شباب، والوثيقه اللي قدامي من كلود الى فيكتور، والموضوع بريزنتاسيون يعني تقديم. سالو جو مابيل كلود، انا اسمي كلود، جي كانزو، انا عندي 15 سنه، جي ان كوبا ايجيبسيا، انا عندي صديق مصري، السابيل سمير، هو اسمه سمير، النوز با، هو لا يجرؤ ابارلي افيك لازوتر، الى الكلام، لا يجرؤ على الكلام مع الاخرين. اليني، هو ولد لو 5 فيفرير 2002، الام اللي مات، هو بيحب الرياضيات، اليو باسكي والباسكت. مي اللي تيست لونجلي، هو يكره اللغه الانجليزيه. مو انا جولي تيست لو جودو، انا بكره الجودو. مي لكن جسوي كوم سمير، انا مثلك مثل سمير، جادور لو باسكي، انا بعشق الباسكت. اول سؤال بيقول يا شباب كلود ادور، كلود بيعشق ايه،
كلود بيعشق، هنا ندور على كلود. كلود بيعشق ايه؟ جادور لباسكت، كوم سمير، جسوي كوم سمير، جادور لباسكت، يبقى لو باسكت. نيمبا لونجلي، من اللي ما بيحبش الانجليزي؟ هو سمير. سمير قال ان هو ما بيحبش الانجليزي. تمام، ال دي تيست لونجلي، يبقى ما بيحبش الانجليزي. رقم 3 يا شباب، سمير ايني. سمير ولد في شهر ايه؟ اون فيفريه، اللي هو شهر 2. سمير ايه؟ سمير يكون، هو قال في الوثيقه ان هو لا يجرؤ مع الكلام مع الاخرين، يبقى تيميد، خجول. الوثيقه اللي بعد كده يا شباب عباره عن ديالوج بين ليا ولوسيل وسامويل، يعني ثلاث اشخاص. ليا بتقول ساليس لوسيل، سلام يا سوسيل، بونجور ليا، سافا، ازيك ليا، اخبارك ايه؟ قالت لها سافا اي توا وانتي؟ جو تي بريزونت سامويل روبرت، انا بقدم لك سامويل روبرت. الا كانزو، عنده 15 سنه، اللي سوسيابل، اللي هو اجتماعي. قالت له انشونتي سامويل، قال لها بونجور لوسي، صباح الخير يا لوسي. قالت له انو جو مابيل لوسيال، هو قال لها لوسي، قالت له لا انا اسمي لوسيال. طيب قال لها او برضو، ايوه انا اسف. اول سؤال بيقول سامويل، سامويل عنده كام سنة؟ عنده 15 سنة، 15 يعني كانزو. السؤال بعد كده يا شباب، سامويل، سامويل ايه؟ سكيوز لوسيل، اعتذر الى لوسيل عشان هو قال او برضو. لوسيل ديموند اليا، لوسيل ديموند اليا بتطلب من ليا ايه؟ سي نوفيل، يعني اخبرها، اخبرها. تمام، مين الاجتماعي يا شباب؟ ايه سوسيابل الاجتماعي؟ هو سامويل. السؤال بعد كده يا شباب هو سؤال الموقف، او موقف بيقول تو تو بريزونت اتيكو با تو دي، انت تقدم نفسك لاصدقائك، انت تقول، هتقدم نفسك، هتقول جومابيل علي، انا اسمي علي. تو دوموند عن امي سوناج، انت بتقدم، انت بتسال صديقك عن عمره. تو دي انت تقول، بنسال عن العمر. تو اكيلاج، تسالي تون كوبال سوار، انت بتسال، انت بتحيي صديقك لسوار، يعني مساء هنقول له ايه؟ بونسوار. طول ما انت دوموند، صديقك يسالك كي سي، من هذا يكون، يعني بيسال عن حاجه عاقل، عن شيء عاقل. تو دي انت تقول، سي عمر ان فوزا، انما الباقي كل ده غير عاقل، هنا حظاظه، هنا ماكت مجسم، هنا تروس مقلمه. تو ريميرسي تون بروفيسير، انت بتشكر مدرسك، انت تقول، انت بتشكر مدرسك، هتقول له ميرسي مسيو. تو نمبالا تلفزيون، تو دي انت ما بتحبش التلفزيون، هتقول ايه؟ جو ديتست، انا بكره. جو ديتست لا تلفزيون، انا اكره. سؤال بعد كده يا شباب، تو دو وونت اتون فرير لوليو ديستون ساك، انت بتسال اخوك عن مكان شنطتك، انت تقول ويلو ساك، يعني اين الشنطه. القواعد، تو ابيت، اين انت تسكن، يبقى اين، اين يبقى هي او. سي سو دي كغيو، كلمة كغيو مذكر جمع، عايزين صفة مذكر جمع. اورانج بتمشي جمع وبتمشي مفرد مذكر ومؤنث، تمشي كل حاجة، تشوف اورانج في أي اختيارات تختارها، هي كلمة مارو. تو ايم نوت، تو ايم كوا، أنت بتحب ماذا، وكلمة ماذا كوا بتيجي في آخر السؤال أو في النص، إنما كو ماذا بتيجي في الأول فقط. علي ايه؟ علي يكون تميد، تميد مذكر ومؤنث. نوار ايه ما كولير بريفيري، لو نوار، الوان كلها مذكر، معنى كلمه كولير بتبقى مؤنث، هنا نختار لو عشان نوار. لو زيمو، نحن نحب. نيم با لو تنس، هنا نيم اخرها او اس، يبقى الضمير تو. سين سون با، هؤلاء، هذه لا تكون، او هؤلاء لا يكونون اصدقاء فرنسيين، هنا دول جمع، فالمفروض حد هيقول لها اختار دي، اقول له غلط. طب ليه؟ اقول له لا صح، صح ولا غلط، ركزوا معايا. طيب نشرحها، حلو قوي، هنشرح، هنقول هنا ده جمله منفيه، حلو، حد هيقول لي جمله منفيه، يبقى الان والان والدي هيتحولوا الى دي او دي ابوستروف، اقول لك، اقول له كلامك مظبوط. طيب هنا مش هيتحولوا، ليه يا ميسيو؟ عشان هنا في فيرب اتر، خلي بالك السؤال ده جميل جدا وخلي بالك منه، هنا في فيرب اتر، يبقى النفي مش هيأثر على الان والان والدي اللي هيجوا هنا، فهنا عدلناه زمان. طب هنا تاخد ايه؟ دي او اس عشان جمع، يبقى هنا الاختيار الصح هيبقى دي او اس.
سؤال جميل يا شباب، سألوه تنزل زي ما هي. كومو صابيل تاكو بين، كيف تسمى تاكو بين صديقتك؟ يبقى عايزين اسم بنت. كومو إلي، كيف تكون هي سمتها الشخصية يعني. اي او ال ابيتو، اين هي تسكن؟ هقول ماكو بين صابيل ناديا، صديقتي اسمها ناديا. طيب ال اي تيميد، هي خجولة. ال ابيت اوكير، هي تسكن في القاهرة. اخر سؤال بيقول لي ديكريتون ساك ادو، اوصف شنطة ظهرك. طي يعني مقاسها، كونتيني محتوياتها، كولير لونها، وهنزل لك اجابته دلوقتي. والحمد لله كده يا شباب، انتهينا من حل 3 امتحان، الخامس والسادس والسابع. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وان انتم تكونوا استفدتم. ولو انت استفدت يا ريت ما تبخلش ان انت تحط لايك وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد. وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم وحل 3 امتحان اللي بعدهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.